كوكينج نحن وين؟ بارك يارد أكاديمي. ألو هلا وصلت بارك يارد. إيه ما في حدا؟ ما في حدا هون؟ في كلب. إيه إيه ما في بعد ما أجي. في الكلب هلا حاطه جوا زاربه ما عم بيخليه يظهر بيكون. إيه سعيد. إيه إجا مكرم ولا ناطره كمان؟ لا ناطره. لا ما إجا مكرم. قاعد أنا والكلب راحوا جوا زاربينه. في الأستاذ هون. يلا هلا بس يجي مكرم بحكيك. إيه يلا باي. سوري عم تاخذني فتت. كلبك جوا؟ لا بعد ما جبناه. جايين نسأل إذا مرنا. لا شاطرين أوادم أبطال. أنت الكلب اللي رح بتجيبه مرنه قبل ولا بعد أول مرة؟ لا جبته على البيت بس بعد ما مرنه. أنت الكلب اللي جايبه مطعمه ولا الكلب اللي جايبه مطعمه ولا كيف هالحكي هالطريقة يعني؟ أنت الكلب والكلب وفي كلب حدي صار لك ساعة. لا في كلب عيب الشوم. لا يا زلمة لا يا عيب الشوم. بس كلب جوا عم بسألك أنت الكلب اللي جايبه. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ شايف كلب حد ما في كلب حدا؟ لا لا شو قصتك؟ ما تفهمني غلط، اللي عم بحكي عن كلب جوا خيي، بحكي على التليفون عم بسألك أنت الكلب اللي جايبه مطعمه ولا لا؟ كثير خيي شو بك شو قصتك أنت؟ عم بسألك إذا مطعمه. شو خصك إذا مطعمه ولا ما مطعمه؟ عم سولف أنا وياك شو بك مصر؟ ما بدي تسولف خيي. سوري يا خيي. صاحبك الكلب اللي بده يجيبه أنت بس لحالك جايب كلبك ولا صاحبك كمان بده يشتري كلب؟ يا خيي شو بدك فيي أنت؟ لشو عم بتسيرني أصلاً؟ انت الكلب وصاحبك الكلب شو قصدك؟ اذا بدك تضل بقى الطريقه حل عني قاعد ناطر ناطر مين ما ناطر حل عني بقى ليه عم تد ايدك كلب ما كلب صار لك ساعتين حل عني لا يا خي لا خفالي لا 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 فالي 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 شو بك يا زلمه ليه عصبت دغري شو قلنا لك الكلب وانت الكلب شو قصدك؟ سوري اذا فهمتني غلط حل ما تاخذني خي ما قصدي انت لا يا عيب الشوم انا عم بحكي عن كلب جوا خي لا الو ايه ولا شيء يا خي ولا شيء ما تاخذني اذا عشتك مش فكرتك زعلت ما بدي اياك تكون زعلت يا خي بعيد لا ما بدي اياك تكون زعلت شو بك يا زلمه خليك لحظه انا ما بدي زعلك ما قصدي شيء بحكي عن كلبي جوا خي احكيك بوضوح صار لك ساعه الكلب حدي وفي كلب على التليفون خي على التليفون ايه يا حبيبي زعلت كثير رح اترك الكلب هون لحاله يقعد ينطره انا كنت عم سليه انا قلت بيجي بسليه لا خلي الكلب لا لا خلي الكلب لا 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 فيني اقول لك شيء ما بتزعل كلب صديق ولا صديق كلب لا 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 ليش تاكل غيره برضه طالع فيه مكرم كيفنا؟ الحمد لله تمام تمام اهلا وسهلا فيكم انتوا هون ببارك يارد اكاديمي بتشوف البارود نحن هون بنمرن جميع انواع الكلاب ان كان من بوتي تريننج بروتكشن بيسك اوبيدينس ادفانس اوبيدينس سيرشينج تراكينج في عنا كمان إذا كان الكلب قاعد عنا بهالفترة التمرين نهتم فيه بكل شيء كان فاكسينز أكيد عنا أطباء مختصين فود لتكس لدي وورمينج لكل إشياء اللي بحاجة إلى الكلب ليليان سؤال إذا حدا مسافر عرفنا أنه بيترك الكلب عندكم ما بيعطى الهم شيء مثل أوتيل يعني أنتم بتهتموا فيه from A to Z 100% عنا البوردينج سيرفيس اللي هي الناس اللي مسافرة ومحتارة وين بدها تحط كلبها فيها تجيبه لعنا على بارك يارد أكاديمي أكيد الخبيط ممنوع في ماتيريالز بتستعمل لكل كلب حسب المنتاليتي تبعه حسب الكاركتير تبعه تناخد النتيجة المطلوبة سبعين ستة تسعة ثلاثة ستة اثنين تسعة في عنا انستغرام بيج في عنا انستغرام بيج بارك يارد اكاديمي وفيسبوك كمان بارك يارد اكاديمي